اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينة الغردقة محافظة البحر ونهاردة نوصل لمحطة النبض. يمكن النهاردة يعني بداية الايام اللي فيها نشاط ملحوظ جدا للرياح وارتفاع الامواج ظاهر على شواطئ البحر الاحمر. يمكن بيظهر على الشاطئ. حالة الطقس يعني نقدر نقول درجة الحرارة تقريبا يعني معتدلة، تكون اقتربت من 20 درجة حتى يعني الساعات الحالية. حالة البحر كما تشاهدون في الصورة، هناك سرعة في الرياح مما أدى إلى ارتفاع بعض الأمواج، لأن الحركة البحرية تشيل بشكل طبيعي جدا دون أي اضطرابات في الحركة البحرية. الأنشطة السياحية أبحرت منذ الساعات الأولى من الصباح إلى الرحلات البحرية المختلفة في مدينة الغردقة وسواحل البحر الأحمر بشكل عام. طبعا الشمس ساطعة كما تشاهدون في الشاشة أمامكم، كذلك السماء صافية، إلا أن هناك ما يعني نشاط ملحوظ وكبير للرياح في البحر الأحمر وتزيد حدته كلما اقتربت من الشواطئ. طبعا اني يمكن احنا بنحاول نرصد لكم حالة الرياح، الا ان يعني كما تشاهدون في شاشة ظهر على امواج البحر الاحمر وحركة الامواج، ونؤكد مرة اخرى ان الحركة البحرية في البحر الاحمر تسير بشكل طبيعي دون اي يعني مشاكل في اضطرابات في الحركة البحرية. الرحلات البحرية انطلقت منذ الصباح الى الجزر البحرية ومواقع الغوص والسنوركلينج الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تقل على متني عدد من السياح الأجانب والمصريين الراغبين في زيارة البحر الأحمر في تلك التوقيت. هناك يعني رواج سياحي أيضا بالنسبة للألعاب المائية في البحر الأحمر بالقرب من الشواطئ المغلقة في الفنادق المختلفة. كذلك هناك رحلات بحرية ورحلات جولات بلد بمدينة الغردقة بشكل طبيعي جدا كما تشاهدون في الشاشة أمامكم. الشمس ساطعة ولا توجد أي غيوم، يعني السماء صافية. كذلك هناك نؤكد على وجود يعني نشاط كبير للرياح المختلفة مما أدى إلى ارتفاع الأمواج في المياه العميقة وظهورها على الشاطئ بكميات بشكل كبير جدا. الحركة السياحية بشكل عام في البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي جدا. مطار الغردقة الدولي يستقبل عدد كبير من الرحلات الطيران المختلفة وخاصة من دولة روسيا ومن الدول الأخرى المختلفة. كذلك عدد كبير جدا من الرحلات المختلفة يصل إلى مدينة مرسى علم على رأسها طبعا السياحة البولندية والتشيكية وكذلك من أوروبا كدولة إيطاليا وألمانيا. متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، ما زلنا معكم بنرصد لكم حالة الطقس في مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، وبنأكد أن هناك طقس معتدل، إلا أن هناك نشاط ملحوظ وكبير جدا لحركة الأمواج في البحر الأحمر ونشاط كبير جدا للرياح، مما يعني كما تشاهدون في الصورة أن الشمس ساطعة والسماء صافية ولا توجد أي غيوم في سواء أنا هناك نشاط كبير للرياح
الحركة البحرية تعمل بشكل طبيعي جدا دون أي يعني تأثر بحركة الرياح والأمواج. موانئ القمر تعمل بصورة طبيعية وفي الموانئ المختلفة. أشكركم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينة الغردقة. كنت معكم أنا عماد عرفة مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة البحر الأحمر. رصدنا لكم حالة الطقس وحركة الأمواج ونشاط الرياح الذي تشهده مدينة الغردقة ومدن المحافظة الشمالية. شكرا لكم.